صباح الخير، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. الناس الكل وينكم؟ شنو احوالكم؟ اش عاملين؟ انا لاباس الحمد لله. اكهاو كالعاده حليت الكاميرا صباح وقلت نبدا اليوم نهاير من صباح ومعاكم. قوة الصباح هذيك اول حاجه باش نجمو نقدو مخاخنا وش باش نعملو وش باش نعملو كهوا. اليوم القهوة البرة، الصغار حبوا يخرجوا اليوم يشربوا قهوة ويعملوا بتداج البرة. ومن بعد تحويسة بالطبيعة، مادام احنا خرجنا تحويسة وشوية قضيات، ومن بعد نروحوا للدويرة باش نطيبوا ماكلتنا ونشوفوا امورنا. كهوا حسيلو اش عاملين؟ كهوا نشوف اليوتيوب توا عادة الأمهات التوانسة الكل قاعدين يحضروا للرجوع للمكتب. ربي معاكم وربي يعينكم ويعين الناس الكل. كما نشوف زادة في الأسوام اللي أسوام خيالية، ربي إن شاء الله يقدرنا ويعطينا القوة والجهد والصحة والمال وكل شيء باش ننجموا نوفروا لصغيراتنا كل شيء. أهم حاجة باش ما يبداوش ناقصين. كهو الخارجة خرجت كما قلت لكم الصباح، حبيت كلي نقضي قضياتي على الصباح بكري باش من بعد نروح نطيب ماكلتي. حسيلو خرجت اول حاجه كما قلت لكم، تعديت قضيت قضيتي معناها شنو العشاء، وتوا جيت للمجازان هذايا من المجازانات القراب القلبي، نحبها برشا المجازان هذايا خاطر نلقى فيها كل شيء انا نستحقه، كسوسوا للدار يعني شو اسمها لي برودوي نتاع ميناج و لي برودوي كوزميتيك.
لهنا روحت كملت دورتي، دخلت للدار فرغت القضيه نتاعي، كل شيء كل حاجه شدت بلاصتها. وباش نعمل شويه اسبيراتور، ومن بعد باش نطيب العشاء نتاعي، ومن بعد باش نعمل لهم حاجه حلوه، حاجه هما يحبوها، الكريمه نتاعنا التونسيه. ونخلي لهم بالطبيعة، أنا ديما كيف نعمل حاجة حلوة حتى في الماكلة ديما نوفي، على خاطر باش نخلي مثلا فطور غدوة حاجة حلوة، باش نخلي لهم غدوة فطور الصباح نتاعهم، ومن بعد كيف يروحوا من المكتب يلقاو زادة حاجة يأكلوها دوب ما يدخلوا قبل ما يتعشاو. ولهنا اغتنمت أنا الفرصة، كما قلت لكم ليامات هذو ما أنا مريضة، يعني قاعدة في الدار باش نرجع نخدم في الويكاند ان شاء الله. يعني هاوكا الواحد يلقى اكثر وقت واكثر راحة بال باش مثلا يخرج ويقضي ويطيب وكل شيء، يعني يلقى فما الوقت وطول معناه وراحة البال، فهمت؟ حاجة أخرى زيادة قبل ما نكمل الفيديو، حبيت نقول لكم يعني أنا نتفرج في اليوتيوب توا في كلك كانال، يعني يوتيوبر توينسا، فما محتويات محلاهم محترمين وكل شيء، وهما ما فمنيش باش نعلق يعني على حتى كانال ولا باش نقول اسم ولا حتى شيء، لكلهم محليهم والكلهم بنات بلادي والكلهم نحبهم، وما نيش باش نقول حتى حاجة خايبة في حتى قناة، خاطر كلهم يخدموا والكلهم محترمين ومحليهم، ما فما حتى واحدة يعني من اللي شفتهم، معني سير ما فما برشا قنوات أخرين ما نعرفهمش، أما على الأقل اللي شفتهم. أما حاجة بركة نحب نعلق عليها، يعني برشا تكرار يعني في المحتوى، بالطبيعة هما أحرار، كل واحد حر باش يختار يعني المحتوى نتاع قناته. أما مثلا فما برشا متتبعات ومتتبعين، متأكدة من هذايا، على معناها أنا طويكة مانيش صغيرة، يعني عمري 46 سنة ونعرف وتعديت برشا مراحل، يعني نحس كيما أي واحد يتفرج، وحتى صاحبة القناة ذات نفسها، خاطر هو تويكا مثلا القناة نتاع روتينات، هما معناها قناة نتاع كل يوم، مولات القناة هذيك يزمها مثلا باش تعدي معناها الروتين نتاعها والعباد باش تتفرج فيها، واللي هو روتين يعني بالنسبة لي أنا ممل ومقلق على الاخر، كسوسوا بالنسبه لصاحبه القناه والا بالنسبه للي يتفرجوا. علاش؟ على خاطر اللي باش يتفرج في قناه نتاع قضيه كل يوم وتسييق ومسحان وغسلين صابون وغسلين زرابي وغسلين فرارش، يعني اللي باش يتفرج باش يولي حتى وهو عنده بروجرام وعنده روتين، اللي هو مثلا يغسل مره في العام ولا ما نعرفش، انا كل واحده وكيفاش روتينها راه، اما باش تولي تحس روحها بك الروتين هذيك الساعه، تولي تستانس بك القناه هذيك، تولي يلزمها كل يوم تتفرج باش تشوفك صاحبه القناه هذيك شنية عملت، باش هي تمشي ديريكت بعدها هي وتعمل يعني. وهذايا الكل يسبب راهو والله العظيم، والله العظيم لاني معناها راني كل وحده ربي عينها كل شيء، يسبب يعني امراض نفسيه صدقني. من بعد تولي الانسان يحس روحه يلزمه يقوم وينظف كيما صاحبه القناه هذيك، تولي هي مثلا خدمتها استنست، فهم الكلهم معناها نشوف فيهم استنسوا استناس، ما كانتش هي مثلا تنظف قبل ما عندها القناه هذيك بالطريقه هذيك كل يوم مسحان وجبدين بناك وبجبنه، فهمت؟ تولي هي على خاطر هذيك الخدمه نتاعها معناها، تولي مثلا كل يوم
كل يوم عندها معناها هذاك الروتين هو بيدو، يولي المتتبع شي يعمل يستنى كل القناة هذيك باش ينظف ويجبد ويعمل، فهمتوا؟ كله تعب زايد والكل تخمام زايد والكل، يولي الإنسان يعني نفسيته تتعب، فهمت؟ أنا هكايا نشوف، يمكن فما آراء أخرى، أنا هكايا معناها نتبع، خاطرني أنا مثلا ملي حليت القناة فما دي فيديو زيدا فيهم روتينات، اما مش ديما. مثلا انا حتى كي عملت معناها انا قناتي راهي ماهيش يعني معروفة وماهيش معناها فهم متتبعين ولا حتى شيء، يعني قناتي صغيرة وانا مانيش منظمة، مانيش مواظبة على الفيديوهات، يعني ما عنديش متتبعات اوفية وما عنديش يعني حتى شيء. انا كيما قلت لكم جوست ان هكا جيني بيريود يبدا عندي وقت، كيما توا مثلا انا في الدار ومريضة، يعني عندي وقت وعندي الوسع باش نحط الكاميرا ونصور ونعمل روتين وكل شيء. اما قبل لكن اللي كي نبدا مثلا فاكونس، كي نبدا عندي فاكونس طويله ولا عندي مثلا نهارين ثلاثه ما نخدمش، نعمل مانيش مواظبه باش نعمل المتتبعات وكل شيء، فهمتوا؟ اما نتبع نشوف كما قلت لكم عندي معناها فما برشا نتبع فيهم محليهم روتينهم يعني مزيان وكل شيء، ويبدلوا ويغيروا في الروتينات نتاعهم، مش كل يوم نفس الروتين. ما فما قنوات نفس الروتين يوميا، الحوض نتاع الكوجينه، الماعون، القاعة، الجبدن، الابناك والصفات والفروشات والتسييق والماء والجفال، يعني مرض نفسي. مانيش نقول لأصحاب القنوات مانيش، أما أنا ننصح معناها نقصوا شوية، يعني شوية هكا شوية هكا باش العبيد ما تقلقش، فهمت؟ فما قنوات حتى كي تحط مثلا تتعدى هكا السيكونس معناها قضية، غاطسين في الجفافل وفي الماعون وهذاك هو معناها العبيد تقلق، فهمت؟ حسيلو كل واحد ربي يعينو، غيروا شوية من المحتوى، شوية هكا وشوية هكا، فهمت؟ باش العباد ما تقلقش وباش العباد ما تزيدش تمرض وتولي تحس روحها يلزمها تقوم وتقضي وتعمل كيفكم، فهمتوا؟ خاطر مش العباد الكل كيف كيف. كهو هذايا قوس حبيت نحلو من انا حكيت على رايي الشخصي وحكيت على انا معناها حسيت وحبيت نقوله، ومش كهوا كان فما حد يحب يناقشني ولا يحب يعطي رايه، مرحبا بكم الناس الكل، انا قلت رايي وكل واحد يعني حر في روحه حر في حياته وكل شيء. وهذوما القنوات نتاع الروتينات التنظيف وكل شيء موجودين في العالم الكل، يعني من كل بلاد مش بركة في تونس بالطبيعة، يعني نشوفوا فيهم وانا ما همش معناها سورتو كي تبدأ معناها جران جران ميناج، يعني ما همش من الفيديوهات المحبذين عندي، على خطر الواحد ما عادش هما وقت يعني ينظف، هما مش بالطريقة هذيك معناها يعمل نهار في الجمعة ونهار في الشهر باش يعمل الحاجات هذوك، مش كل يوم، فهمت؟ خاطر كان كل يوم الواحد صحته تمشي وبدنه يمشي ويولي معناها كما قلت لكم مريض نفسيا، شنو اخرتها هي هذيك معناها انه واحد يبدا حتى هاني نشوف حتى في وجوههم، يعني والله العظيم بعد ساعات معناها يسخفوني، فما أصحاب قنوات يسخفوني خاطر نشوفهم مثلا يهبطوا فيديو اليوم معناها تلقاها عملت جرون ميناج وهبطت وعملت ونظفت ويبدا وجهها اصفر وملخلخ وتعبه وحالتها حليله، ومن بعد من غدوه كيف كيف تعاود هي بيدها جبدين وواحد معناها والله العظيم معناها واحد قلبه يوجع، ونقول معناها شوف معناها تعب في روحها علاش معناها علاش معناها تنجم تعمل مثلا اليوم هذيك غدوه تعمل مثلا روتين مثلا مثلا خارجة مع الصغار اكتيفيتي معناها ما نعرفش روتين خاص لها هي، فهمت؟
على خاطر باش في الاخر بالكل راهو واحد باش يدخل في 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 حله وباش يتعب وباش مش يلقى وقت الروح وباش يبدا وجهه اصفر ومش وقت للصغار وتولي هذيك معناها حاجه هذاك هو الروتين الحياه نتاعك فهمت. وعن تجربه راني نحكي مش نحكيها كيكر وانا كي انا توا مثلا كي ننصح معناها اللي نشوف فيهم معناها اليوتيوبر الصغار في العمر معناها اللي مازالوا كيبداو حياتهم فهمت اللي تبدا من 25 و30 و35 انا كاختكم الكبيره ننصح على خاطر انا زاد كي كنت في عمركم اما انا وقفت ما وصلتش فهمت خاطر حسيت روحي باش نمرض باش فهمت نهار كامل نبدا نعديه نقضي وننظف وكل شيء ومن بعد كما قلت لكم في الفيديو اللي فات يعني القضيه ما توفيش وسورتو اللي عنده صغار حسيلو فما مثل زاد هون يقول لك الدار اللي تبدا فيها صغار ونظيفه اعرف اللي فما معناها خلل فما يعني مشكله في الام اللي معناها كما نقولوا ليه يبدارها اكثر من الصغار واللي هو ما الصغار اهم حاجه انك تعطيهم وقتهم. حسيلو ليلتكم زينه الناس الكل ونشوفكم في فيديو جديد.